قد تحصل الانشقاقات بين المجتمعات، لكن جهود قادة السلام تجمع شملها بحكمة، والهدف الأسمى حصول كل إنسان على الرعاية الصحية أو ما يساهم في تطوره معرفياً بكل عطاء. وقد بلغت منح الكويت أكثر من 30 مليون دولاراً للمساعدات الإنسانية في آخر مؤتمر للمانحين، ولم تتوقف مساعي أميرها لإحلال السلام في المنطقة، لأننا نؤمن بالإنسانية وبالسلام لكل العالم. لتسمو الإنسانية ويسمو قائدها.